في خطوة تصعيدية لتحقيق مطالبهم الاجتماعية والمهنية، اعتصم عمال مؤسسة النقل الحضري بولاية سعيدة أمام مقر الولاية لرفع جملة من الانشغالات كرفع أجورهم المتدنية ووقف عملية الضغط التي تمارس عليهم من الإدارة. طالبوا من هذه السلطات المحلية والولائية تشوفوا لنا حل هذا الانشغال تاعنا. هذه المؤسسة راها مكلاسية على مستوى الوطن، المرتبة الثانية، ورانا نحاولوا باش يزيدوا يدعمونا ويزيدوا يحافظوا علينا، رانا مغبونين. عندنا مشاكل بزاف بزاف الإشكال. درنا نزع ثقة بإمضاء 62 عامل، والأغلبية حنا الإشكال اللي عندنا حل الفرع النقابي. ويدخل هذا الإضراب ضمن سلسلة من التحركات التي باتت وسيلتهم لتلبية مطلبهم الأساسي المتمثل في تكييف عقود العمل إلى عقود غير محددة المدة، وكذا سحب الثقة من النقابة بسبب التجاوزات التي يقوم بها ممثلوها والتي عجزت حسبهم عن إيجاد حلول لمشاكلهم المتراكمة والتي لم تعد تحتمل هذه المرة، وهو ما يستوجب إجراءات فاصلة لتصحيح وضعية هذه المؤسسة. النقل الحضري عدنا جملة من الانشغالات والمشاكل المتفاقمة، من بينها والعامل الأساسي الأول هو الفرع النقابي الممثل المؤسسة، راهم في تواطؤ مع الإدارة. درنا كاع الطرق القانونية وما حلونا حتى مشكل، رانا جينا عندك سيد الوالي باش شوفنا هذا الأمر، رانا مغبونين، ورغبتنا الإدارة، رغبنا الخواص، وراني والخلصه قليله، انا نخلص جملين و200 بارابور المؤسسه تخ داخله في ولايه اخرى يخلص جملين و800 3 ملايين 4 ملايين. وشدد العمال المحتجون على ضروره التدخل المستعجل للسلطات الولائيه للنظر في مطالبهم لتجنيب المؤسسه شللا عاما سيؤدي الى وقف العمل.